نرحب بكم وقفة أخيرة معكم في هذا الصباح مع برنامجنا اللي كان مستمر معكم الساعة 7 وإن شاء الله يخلص قبل 10 بقليل. كلنا فوجئنا بالزيارة اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة الإسكندرية للوقوف على الجهود المبذولة للتعامل مع السيول، وكلنا كنا شايفين حال الإسكندرية في اليومين اللي فاتوا عاملين إزاي. حقيقي القرارات وحديث الرئيس مع المسؤولين أثلج قلوب أهل إسكندرية وأثلج قلوب المصريين في التعامل مع تبعات هذه الحادثة. إن شاء الله يكون بالأمس والمجهودات اللي هتتم بعد كده تكون حل جذري لما يحدث في الإسكندرية أو في أي محافظة تانية. ما ينفعش إن مصر كلها تغرق في شبر مية أما ينزل عليها شوية مطر. السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد بأنه وصرح بأن الرئيس وجه بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتمويل خطة عاجلة تنفذها الوزارات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي والزراعي بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. لمتابعة الزيارة والأعمال اللي إن شاء الله تتم في محافظة الإسكندرية وكذلك البحيرة، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ يسري السيد مدير تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير أستاذ يسري. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك. حضرتك بس نتابع هذا التقرير وبعده نبدأ مع حوارنا مع الأستاذ يسري. خلينا نتابع هذا التقرير. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أسفه البالغ للأضرار التي شهدتها المناطق الزراعية بالبحيرة والإسكندرية، وأولى اهتماما كبيرا لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء سوء الأحوال الجوية، حيث وجه بمساعدة المزارعين الذين أضيروا بواقع 2000 جنيه للمزارع. ووفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن وطبقا لمساحة الأرض المتضررة لكل منهم، جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ساعة مبكرة من صباح أمس مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية بحضور رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والموارد المائية والري والتنمية المحلية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية والقائم بأعمال محافظ الإسكندرية. وتهدف المحطة إلى خدمة منطقة شرق ووسط الإسكندرية وتقوم بالمعالجة الثانوية لمياه الصرف الصحي بساعات 800 ألف متر مربع يوميا. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتمويل خطة عاجلة تنفذها الوزارات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي والزراعي بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وتشمل أيضا أعمال الإنشاءات وتطهير وتعميق المصارف وتزويد محطات الصرف بالطلمبات وكافة المعدات اللازمة، فضلا عن إزالة التعديات على الترع والمصارف، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام قبل موعد النوة القادمة. وعقب ذلك تفقد الرئيس السيسي جوا الأراضي الزراعية المتضررة بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ووجه الرئيس بقيام هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقارير بمعاونة لجنة فنية من الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية عن كافة المشروعات قبل افتتاحها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية على أكمل وجه. مرحبا بكم مرة تانية، ونبدأ على طول مع الأستاذ يسري السيد مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ يسري، يعني زيارة الرئيس السيسي بالأمس بتشير إن مصر الدولة مش قاعدين بقى مشغولين في تبعات حادثة الطيارة الروسية، عندنا انتخابات برلمانية، مش عارف عندنا مشاكل إيه، عندنا سياحة هنا إيه، لا مصر الدولة ماشية. طبعا، لان انت دلوقتي يعني ايه، البعض ممكن يقول انا فوجئت ان الرئيس نزل وبتاع، انا صراحه ما فوجئتش، لان ده المفروض، يعني في حاجه حدث الم بمساحه معينه او بمواطن واحد، مش بمواطن واحد حصل له ضفر وتعور كده، الدنيا كلها المفروض تتقلب، ارفع راسك فوق، انت مصري يعني، واخد بال حضرتك. فانا ما اتفاجئتش، وخاصه انه هو حتى وهو في لندن كان بيتابع ايه اللي بيحصل في السيول وايه اللي بيحصل في كذا. فانا ما اندهشتش، لكن اللي اندهشت له اعتقد ان زاره كانت بدري، فاقوم المسؤولين بتوع الوزراء واللي اقومهم من بدري وخدهم هناك في اسكندريه، فشفنا الجولة بهذا الشكل. النمرة الثانية، الملاحظات اللي أنا وقفت قدامها أني عندنا صندوق اسمه تحيا مصر، فبدأنا لما يحصل فيه كارثة
على طول مليار جنيه ما استنناش تدبير ميزانية علشان نبدأ نعمل دي ملاحظة تانية مهمة. ودي ملاحظة مهمة ان انا عندي زي ما بيبقى عندنا في اي بيت مصري كده راكن شوية فلوس كده على جنب، واخد بالك حضرتك لما يحصل اي مشكله تطلع فهو كان، وده البعض يعني ايه قال وكنا منتظرين الرئيس السيسي هو انهي مسؤول اللي يقدر يطلع مليار جنيه، يعني يطلع مليار جنيه يقول ان انا عاوز اعمل تغيير سريع في 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 شبكه الصرف او انقاذ ما يمكن انقاذه بشكل سريع. انهي مسؤول في مصر غير رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه اللي ممكن يصدر اوامره ان خلال فتره قليله جدا يتم عمليه تطهير على الأقل تطهير لشبكة الصرف؟ لأن إحنا عندنا إشكالية، هو طبعا إحنا حصاد 30 سنة من إما من الإهمال أو إما من أعمال موجودة غير مطابقة للمواصفات، واخد بال حضرتك؟ يعني أذكرك وأذكر السادة المشاهدين، شبكة الصرف الصحي اللي كانت في اسكندرية دي مش كانت عاملاها شركة أمريكية في 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 التسعينات كده، وكانت حاجة مهمة. ولو تفتكر حضرتك كان في قضية الصرف في البحر، نرمي الصرف الصحي في البحر ولا لا، وحصلت إشكالية كبيرة جدا. وواضح ان ما بيجيناش من أمريكان الا يعني كل خير، بس يعني لكن الحق قال ان الاسكندريه ما كانش بيحصل فيها الا السنه اللي فاتت دي والسنه دي. لا عاوز اقول قبل كده ما كانش بيحصل. لا ما بيحصلش لان نمره واحد انت في عده متغيرات حصلت. نمره واحد متغير مناخي ما اعتقدش ان حصلت سيول او امطار بهذا الحجم طوال السنوات الماضيه، بس طول عمرنا اسكندريه عارفين النوى ومواعيد بس مش بنفس حجم الامطار. ثانيا انت كان عندك اشكاليه حصلت من بعد ثوره 25 يناير ان شبكه الصرف الصحي اللي موجوده مثلا معمول عشان 100,000 وحده مثلا او 100,000 بيت او 100,000 عماره. الفترة اللي فاتت دي اتبنت كم من العمارات المخالفة، كم هائل من العمارات المخالفة، فده خلى عبء كبير جدا على شبكة الصرف اللي موجودة. ثانيا وده الأهم، وياريت السادة وهم شغالين يفصلونا شبكة الصرف اللي هي الأمطار والشوارع والكلام ده عن شبكة الصرف الصحي، عشان يمكن الاستفادة من هذه المياه في عملية زراعة بدل ما ادخلها في شبكه صرف صحي حرام. وابدا تاني عمليه معالجه وغيره وغيره. فانا في ناس بتصلي عشان المطر ينزل. الدول الغربيه المطر بتاع المطر، ميه المطر دي بيتم تمريرها في مجاري مائيه كده يعني انا رحت عديد من الدول الميه نازله من الجبال او نازله من مناطق على جنب الشارعين في مجرى حوالي 50 سنتي او 70 سنتي او ده كان موجود في اسكندريه، وده كان يعني على الجنبين كده. واخد بال حضرتك الميه تنزل بميل معين، الميه دي تنزل في المجرى المائي ده او ينزل يا سيدي ببلعات، ينزل في بلعات على شبكه صرف مغطى وتتجمع هذه المياه في منطقه اخرى اقدر استفيد بالميه دي احوشها وابدا اشتغل في زراعه. وعلى فكره اسكندريه بس السيول كشفت عوره الصرف الصحي وصرف المغطى في اسكندريه والبحيره. المساله مش اسكندريه والبحيره، يعني محافظه المنوفيه مثلا، مركز الباجور، جات لي شكاوى من حوالي اكتر من 1500 فدان معرضين للبوار لان شبكه الصرف المغطى اللي موجوده الاخوه الموظفين او اللي شغالين في هيئه الصرف المغطى ما بتتمش عمليه تطهير الشبكه دي. ورغم ان الفلاح بيدفع ثمن ده، يعني الفلاح في الضريبة الزراعية بيدفع ثمن تطهير هذه شبكات الصرف المغطى. فأنا لذلك أنا بتمنى من سيادة الرئيس وأتمنى من رئيس الوزراء والمجموعة اللي شغالة إن المسألة لا تنحصر فقط في اسكندرية والبحيرة وإن كانت ده بشكل عاجل، لكن في حاجات بسيطة جدا الموظفين اللي هم بيقوموا بعملية تطهير محط الشبكات الصرف المغطى دي عمليه بسيطه جدا لا تتكلف شيء والفلاح دفع ثمنها. يعني هل يعقل ان 1500 فدان في مركز الباجور منوفيه وعده كره زي المنشاه الجديده ومش عارف والطرشه ومش عارف وكذا عزبه من والعطار ومش عارف في مركز الباجور اكتر من 1500 من اجود اراضي الدلتا، واخد بال حضرتك، معرضه للبوار لمجرد ان الاخوه الموظفين مش عاوزين يسلكوا مواسير الصرف المغطى. المهم كمان في المساله ان الرئيس لما راح حس بنبض المواطن، يعني الجمله الشهيره بتاعته الشعب ده ما لقاش اللي طبطب على ظهره كده، فهو لما قال لهم تعويض الفلاح
ما ده اللي عايزين نتكلم عليه. اسرع ما يمكن. طب الاضرار اللي لاحقت بالفلاح بقى ازاي الدوله هتتعامل مع تبعات هذه الاضرار دي؟ بص حضرتك الفلاح مش ناقص. مش ناقص الفلاح مش ناقص، وانت حصل عده اجراءات في الفتره الاخيره لصالح الفلاح. بعض الشيء يعني واحد، لما عملت دعم للفدان بحوالي 1400 جنيه او 1200 جنيه للقمح ومش عارف 400 جنيه للسكر لقصب السكر وهكذا يعني. المره دي قال لهم 2000 جنيه لكل فلاح على حسب المساحه الزراعيه، حتى قال لهم ايه يعني، ايه يعني هتبقى زياده، وقال له خلال اسبوع. خلال اسبوع لان واحد اتشردت ارضه الزراعيه، اتشرد اكل يعني. الفلاح غير الموظف، الموظف زي وزي حضرتك كده بنيجي اخر الشهر بنقبض، واخد بال حضرتك؟ الفلاح ده قاعد طول السنه ها عمال في الشمس وفي المطره وفي البرد وفي الليل وفي النهار عمال يراعي زرعته، واخد بال حضرتك؟ تخيل لما يجي بقى بعد ما يراعي الزرعه دي يجي شوية سيل يقوم شايل الزرعة دي، يعني معناها ايه؟ معناها ان مجهود سنة بالكامل راح. طب 2000 جنيه ده يعني على الاقل، على الاقل زي ما فيش حاجة بتعوض، لكنها على الاقل يعني بنقول لك احنا جنبك مرضية، واخد بال حضرتك؟ يعني زي المصاب يعني، هل اللي بيتوفى ده ال 10000 جنيه ولا ال 20000 جنيه هيعوضوا فقد حياة بني ادم؟ لكنها في النهاية بتقول ان الدولة احنا معاك، احنا جنبك، واخد بال حضرتك؟ والمساله لا تتعدى كده، وانا اتمنى ان تنتقل المساله الاراضي المضاره دي اذا كان عليها اقساط في البنك الائتماني الزراعي، اذا كان عليهم اقساط تتاجل شويه من غير فوائد، واخد بال حضرتك؟ مش تشغل الفوائد، يعني ما تبقاش موت وخراب ديار. تمام. يعني عايزين بقى واحنا بنتكلم دعايه بقى لصندوق تحيا مصر، النهارده اهوت بنتابع الصندوق بيعمل ايه؟ والصندوق بيتلقى التبرعات من كافة المصريين في الداخل والخارج، يعني الفلوس اللي بتبقى محطوطة في صندوق تحيا مصر ديت بتبقى رايحة في أماكن عاجلة وطريقة محتاجة الفلوس ديت، سواء بقى في اسكندرية في البحيرة في أي حتة في مصر. شايف حضرتك ازاي التنسيق بقى بين الفترة اللي جاية بقى؟ مش عايزين ايه نقول نشوة الرئيس راح ادى أوامر، عايزين نتحرك. الفترة الجاية شايف التنسيق ازاي بين القوات المسلحة والوزارات المعنية في التعامل مع تبعات الصرف الصحي في اسكندرية والبحيرة؟ هو بص حضرتك يعني يبدو ان يعني انا يبدو ان علشان المسألة تتم لازم يبقى في اشراف من القوات المسلحة. شركات مدنية تشتغل بس يبقى في اشراف من القوات المسلحة. وفي تكة كده حصلت. ليه دايما عندنا الانطباع دوت؟ هقول لك ليه عندنا الانطباع ده، لان هقول لحضرتك مشروع قناة السويس ده لو انت سبته للشركات المدنية، الشركات المدنية على فكرة اللي اشتغلت، بس لو سبتهم كده يعني يشتغلوا كانوا خلصوا في 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 في, في ظرف السنة. هي المسألة احنا عندنا على فكرة مشكلتنا في مصر مشكلة إدارة. إدارة حاسمة، واخد بال حضرتك؟ ما يبقى في إدارة حاسمة، واخد بال حضرتك؟ بتنجز. اللي أنجز المشروع قناة السويس من شركات مدنية سواء كانت مصرية أو أجنبية، لكن أنت معاهم إدارة حاسمة. أنت في المشروع ده لو هو قال للشركات المدنية خلال 10 أيام خلصوا لي المشروع ده، هتبص تلاقي يعني مدني، احنا مدنيين، طيب حاضر، أصل ما جاتلناش الترومبة اللي مش عارف إيه، اصل المشروع الصرف في ناس كانت قعدنا في المساله ما عرفناش نطهر، اصل الكراكه اللي كانت بتعمل ما فيش سولر، واخد بالك؟ لكن لما اسند للقوات المسلحه مهمه الاشراف، وهو قال مهمه الاشراف، وقال حدد في لو حضرتك يعني ركزت في الزياره، قال لجنه هندسيه ومن الكليه الفنيه العسكريه علشان في طلمبات وفي حاجات للصرف المغطى ما تبقاش اي مهندسين او اي تخصصات تانيه تبقى موجوده. قال كمان شق مهم جدا، قال هيئه الرقابه الاداريه، لان في امر مباشر انت هنا علشان تنجز المفروض بيبقى طبقا لقانون الحكومه والممارسات لازم تعمل مناقصه وتقدموا شركات وتبدا تختار الاقل وتختار كذا، واخد بال حضرتك؟ لكن هو قال انا بالامر المباشر، وقال على الهوى مباشره، هو قال كده انا على الهوى مباشره بقول الامر المباشر، بعدين استنى شويه كده وقال لهم بس من خلال لجنه يبقى فيها اطراف الرقابه الاداريه ها، ويعني اجهزه رقابيه تبقى موجوده وبقيه الهيئات عشان الصرف يبقى محطوط في مكانه علشان يبقى عشان اقدر احاسب انت هيئه الرقابه الاداريه انا جايبك هيئه ممثله للدوله، وقال ما فيش مشروع هستلمه الا وهم ماضيين عليه، اللجنه اللجنه من الشركه المنفذه ها، لجنه جزء من الشؤون الهندسيه بتاعت القوات المسلحه، جزء من الرقابه الاداريه اللي موجوده عشان يضمن
لان المساله احنا للاسف احنا عندنا تراث من الفساد، فتراث من الفساد صراحه يخلي اي مسؤول يعد صوابعه وهو بيسلم على اي حد الان. والمساله بقت صعبه بشكل مهم جدا، لكن انا ارجو ان المساله لا تقتصر فقط على الاسكندريه والبحيره، هناك اشياء اخرى. نعم؟ هناك اشياء مش لازم الرئيس يطلع، مش لازم الرئيس يطلع بس عشان الناس تشتغل. عايزين بقى دور المحافظات، دور المحليات الفتره اللي جايه بقى. مش انا قلت لحضرتك من شويه، انا حطيت نموذج بتاع مركز الباجور ده لسبب، لان انت الباجور وغير الباجور، انا بقول لك يعني الحالات المشابهه ليه. انا بقول لك نموذج، انا بقول لحضرتك نموذج. النموذج ده مش محتاج فلوس، لان الناس بتدفع فلوس والموظفين المفروض او اللي هم بينظفوا شبكات الصرف المغطى ينظفوه. طب ما عملوش ده، واخد بال حضرتك؟ يتجازى على طول، يبقى لازم يتجازى. وده مش زي المنوفيه بس، كل المحافظات صحيح. كل شبكات الصرف المغطى، لان عندك ثروتك اكتر من 8 مليون فدان، إذا شبكة الصرف المغطى دي ما تعملتش كويس هتتعرض للبوار. ما عندناش ثانيا، معلش اسمح لي، المفروض أخش كمان في مسألة ري حديث بالتنقيط، إن أنا أستفيد بالمية دي، ده مهم واشتغل جدا. واشتغل عليه ري حديث علشان ما أهدرش كم المية اللي موجودة. بالتأكيد. الأستاذ يسري السيد، مدير تحرير جريدة الجمهورية، شكرا جزيلا وشرفتنا أستاذ يسري. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إليكم إلى ختام هذا اليوم من هذا الصباح، غدا يتجدد معكم اللقاء وفريق عمل جديد. نشكر لكم حسن المتابعة. Ah!